وشربي هذا. لا لا ما خصناش. والله لا غير توقع الله. لا شكرا. هذه الخارج. لا ما نقدرش والله. شوف هاتي غديري بحالي. اها. واحد جوج. السلام عليكم، معكم الفنان هشام الوالي في البرا والخيط. مرحبا هشام. الله يبارك فيك، شكرا على الاستضافه. كي درتي بعدا؟ الحمد لله. نبدا جاي سخون. يلا سير. نتمنى لي باري اللي يكون عينيهم كبار يوصلوا لحنا للدار. كاين الكبير وكاين الصغير، وراني غير حنت يديك. شنو تبغي تكون بعدا، البرا ولا الخيط؟ نكون الخيط. وعلاش؟ اللي برا كتصدى. أه. اللي برا كتهرس. ولا تصدى تهرسات ما ترجع. ما الخيط يمكن له يتقطع ويتعاود يتعقد. ما كيتهرش الخيط باش ندخل مع الناس بخيط. كيما درتي العصير ياك، ديرلي داك العصير. اللي موند العصير ديال الخارج. دابا راه ولات عندي مشكله. دابا واخا نقول شي وحده تشرب، اول حاجه تيقول لها عندك اتونسيون. واك بعد هاد كاس العصير ديال البلاد وماشي ديال الخارج. ولكن بلاتي ما خفتيش؟ لا كاينه الثقه. متاكد؟ لا لو كما كانش ثقه كاع ما جايقتي. ايوا حتى البنت راه تقت فيك ولكن نعستيها. ديال الخارج الله يخرج لها. زيد واحد الجريمه ولا جوج. لا يا اختي المفعول كتعطى في الثانيه والثالثه. حافظ. والله لا كلشي كليما كنحبك. ناري شد في دغيا. صافي بدا المفعول. رضيعتو لي الوقت صاحبي. في اش غدير بالوقت انت غتنعس دابا؟ سير. ما فيك الدوخه والو؟ لا باقي والله. لا راه واحد الدوخه جات مع والله. ناري شي الدوخه. بدا يشرب بزاف هذا. قلت لك ما تعيقش. لا ما كاين لا دوخه لا والو. هي عندك تجربه اكسبيريونس عرفتني كيفاش نشرب العصير. ما كون درنا لك بصح كره دابا كتشخر. شنو هو الدور اللي كتمنى تلعب؟ المقاوم المناضل الكبير عبد الكريم الخطابي. خصنا نترخوه لان السينما هي التاريخ. العصير هذا العصير مشكله هذه. اش قدرتي علينا بالصحراء ضحكنا معاك. العصير هذا انت اللي ذوقتينا صافي. شنو بغيتي تكون؟ اجي بعدا كتخيط حوايجك. لا علاش؟ من الحوايج اللي بدينا كنفقدوا في البيوت ديالنا المعاصره هي هاد الليبرا والخيط. وماشي غير الليبرا والخيط، داك الطحانات اللي بزار. الرحى. المهراز. المهراز. انت من النوع اللي كيخيط الشرقه ولا كيزيد يوسع ما عنده سوق؟ لا كنخيط اي حاجه لقيت فيها مشكله مقطعه غتحاول تقطع. الله يقدرنا على فيه الخير وصافي. جوج الناس خيتي بيناتهم الفيستيفال ديال طنجه، وجا عندي واحد السيد ديال رجل ام. قال لي السي هشام بغيتك ما خلانيش كاع نتفرج. قلت له شنو خرجت عنده؟ قلت له شنو؟ قال لي راني مدابس مع المدام وصلت معها للطلاق والمدام انت عزيز عليها. قلت له قول لي واش خنتيها؟ قال لي لا ضربتيها سبيتيها. قال لي سوء تفاهم بين اي امراه ما هي عيات. انا كنزيد فيه لانني كنخدم بزاف، كنخدم بالنهار وفي الليل كنخدم. عيطت ليها فرحات. قلت لها انا نجي عندكم يحصل لي الاشاره. مشيت لعندها دارت بوجهي مسكينه مسحبلاش زعما غادي يجي معايا هو. جا وصالحت بيناتهم وكان عندهم وليد. دابا عندهم وليد وبنيت. كملتي عليهم؟ امرهم تخبروا لك الخيوط طبيعه الحال في هذه الحياه. وكاين خيوط اللي تحلوا وكاين خيوط اللي ما عرفوش يتحلوا. ما كنضيع فيهم وقتي. وشنو كدير؟ كنشد الارض كناخذ وقتي وكنتنفس. شنو تبغي تخيط في المجال الفني؟ نبغي نخيط الصوره الحقيقيه للفنان باش ولا خلط. ماشي اي واحد كيبان على اليوتيوب ولا الانستغرام راه فنان. واش كتامر بمقوله الربح من المراه والخسر من المراه؟ 1000 مليون في المية. ثبت لي. كاين هناك نساء في حياتي اثروا فيا بزاف، منهم هي الوالده ديالي الله يطولنا في عمرها. عندي اختي فاطمه اللي فقدتها، وعندي اختي حوريه، عندي الزوجه ديالي، عندي بناتي. النساء لولا هن لما كنت. الله يخليهم لك. والوالد ديالك كان فرم ليك. شحال من مره دق لك البرا؟ شوف خصك تعرف لي ان عندنا واحد العلاقه وطيده حنا مع ليبرا. كانوا الناس كيجيو عندنا للدار باش الوالد كيضرب لهم ليبرا. حنا كيتعيطوا لنا ولاد الفرملي. كان قبل ما يضرب ليبرا مع اي واحد كيشد معاه الحديث. وانت كتصب لهم العصير. كيطمئنوا. لذلك كانوا الناس كيفضلوا الوالد ديالي حيت هو حنين. الليبرا ديال الوالد ما كاينش بحالها. من غير الوالد شكون دق لك البرا؟ في الحياه كاين بزاف ديال الليبراري. والليبرا الا تكاتك ما كدير لك والو. شنو غادي يطرا كاع؟ ما كتقتلش. صافي. الا كانت صغيره. فهمتيني؟ انت فهمتيني؟ دوز انت نيت. خايبه هي تعاود تكوك هنا كيولي مشكل. كتولي عامر تكان. بطوله في السينما ولا دور ثانوي مع رشيد الوالي؟ ثانوي مع رشيد. علاش؟ حيت اولا كنكون مع خويا الخا واحد الدنيا. الا كنت معاه غادي تكون الاسره ديالي مطمئنه لانني غنتابع. لانه رشيد ما كنطمئنوش عليه ملي كيكون خدام، لانه كينسى راسو، كينسى الدواء ديالو، كينغمس في العمل ديالو، كينسى حتى الاكل ما كياكلوش. المهم بعد العصر ما فيه والو. لا مزيان. الاكسبيريونس. وزيدك شويه. لا بركه. الا زدت العصير ما بقاش ندخل الخيط في ليبرا. ليبرا ندخلها في يدي. خليني هكا راه شاد. واخا شحال من مره شربتي العصير في الفيلم؟ انا نقول لك واحد، نقول لكم واحد السر والله القاسم. وراه باش نديروا العصير ما كانش فلوس العصير. كانوا فلوس العصير ما كانش المنتج. شرا واحد المناضه وكيحطها في القرعه العصير حيت هي كدير 4 دراهم والعصير كيدير 10 دراهم. وحيت حنا كنعاودوا اللقطه اشاك فوا كنعاودوا اللقطه وكنشرب. بديت كنشرب وكنعاود وبالليل واحد لا ديال ويلي جينا نهرب.
كيفاش قبلتي داك المشهد الجريء في التلفزه المغربيه؟ مع ان في الاول فاش قريته كنقول اويلي اويلي الاغتصاب اويلي في التلفزه المغربيه الاغتصاب الخسرانه حمادي والحمد لله داز بسلاسه والناس تقبلوها زعما عارفو كتمثلوا صافي والله القسم الا غادي فين غادي دابا وصلنا للتحدي ياك واش واجد سير اخي ارونا داك العصير بعدا كضحك وقنع ليا دابا بنات اليوم يشربوا لك العصير لا لا ما خصنيش والله لا غير توقف والله لا شكرا راه ديال الخارج لا ما نقدرش والله شوف هاتي غديري بحالي اها واحد جوج وصافي دابا ملي شربتي غير كمل ياك الله يرحمك الوالدين شفتي ولدي بنات اليوم طربون جانيت برافو عليك الله يلا بخير هاما هادو 6 7 هاما 20 40 41 49 50 برافو عليك واخا شربناك بزاف د العصير راك فرحان والله الا سعيد جدا ونتلقى بكم وعجبني هاد نقول لكم واحد الحاجه كنا كنهضروا على الفريق وقوه الفريق وهذه الملاحظه لاحظت كل شيء اللي كان هنا كان سعيد عاد عرفت شنو هو السر شكرا لكم شكرا لحسن الاستقبال ديالكم شكرا هشام للمشاركه ديالك في تحدي برا وخير تعليقاتكم كتهمنا وما تنساوش تابوناو باش يوصلكم دائما الجديد